يبدو أن موعد الحركة السياسية التي أعلنها الرئيس الأمريكي السابق ترامب بعد تبرئته من قبل مجلس الشيوخ قد حان، وهناك ترقب لخطابه الأول بعد مغادرته البيت الأبيض. وسؤال يطرح في كل أمريكا، وهو: هل سيعلن ترامب ترشحه مجددا للرئاسة في 2024؟ كبيرة مستشاري البيت الأبيض السابقة لارا ترامب رجحت منذ أيام أنه سيكون مهتما بالترشح للرئاسة، لكن الإجابة المؤكدة تبقى مرهونة بظهور ترامب بعد ساعتين تقريبا في أورلاندو بولاية فلوريدا خلال مؤتمر العمل السياسي للمحافظين. خطاب ترامب يأتي على وقع انقسام كبير أحدثته محاكمته داخل الحزب الجمهوري، وفي وقت يستشعر الحزب مرارة خسارته بالأغلبية في مجلس الشيوخ لصالح الديمقراطيين. رغم ذلك يرى أنصار ترامب الضرورة الملحة لاقتحامه المشهد الآن، فمثلا السيناتور ليندي غراهام يرى أن الالتفاف حول ترامب سيمكن الجمهوريين من النصر في الانتخابات البرلمانية العام المقبل، ومخاصمة الجمهوريين له ستخسرهم الانتخابات، كما قال أحد أبرز حلفاء ترامب في الكونغرس سيناتور جيم جوردن إن الرئيس ترامب هو زعيم الحزب الجمهوري. لكن الانقسامات الموجودة بالأساس بدت واضحة بين قادة الجمهوريين في مجلس النواب، خاصة بما يتعلق بمشاركة ترامب في المؤتمر وإلقائه الخطاب. Yes, he should. Congresswoman Cheney? That's up to CPAC. I've been clear in my views about President Trump and the extent to which following January 6th, I don't believe that he should be playing a role in the future of the party or the country.